انت منيحة؟ ليش ما رديتي علي امبارح؟ فكرت انه قاضي عرف. لا بس هو نشقى، ليش لحتى تروحوا لعند هيك دكتور بهالوقت؟ سمير ما لازم تنسى انه هو بيكون زوجي، وانا ما عم خونك معه، انا عم خونه لإله. كل هذا ذنبي انا. انت معك حق ميقنا، ما وعدنا بعض بشي. عم خاف يشوف قديش بحبك، انا بحبك كتير. شو عم تساوي؟ تعا معي. عادي، قديش صار لك شرطي؟ صار لي 5 سنين. ومن امتى معي؟ 3. كل هالسنين اللي قضيتها بالشرطة وما تعلمت شي ابدا؟ هذا مانو شخص عادي، هذا بيكون سومير سينغ باجاج. امورك الشخصية خليها على جنب. تحت امرك سيدي. يعني لما عرفت بقصة سومير وميغنا مع الصبغ هلا جاي تفش خلقك؟ شو هالجنان هذا؟ اي قلي سيدي، انا بعثت لك نسخ عن الرسائل اللي اجت على هداك الرقم، فيك تشوفهم. اي منيح. اسمع، ما تخبر حدا عن هالموضوع، ماشي؟ حاضر. خليه بيناتنا. حاضر سيدي. باي. خمسة وعشرين حزيران بعد احتفال جوا. سومير أنا آسفة، ما فيني أعمل هيك أبداً، لبقى تتصل فيني. 1 تموز. بشوفك 10 الصبح، اشتقت لك، عم ضل فكر فيك، مو مصدقة إمتى أشوفك لأنه في عندي حكي كتير. شكراً لأنك حبيتني هيك مثل ما أنا. أنت آسف بس أنا أدي، تقابلنا بحفلة جوتسنا. صح صح، آسف أنا بصراحة آسف كتير، يعني ما متوقع أني شوفك. ليش هون أنت؟ تسويت؟ إيه صح طبعا. لمرتي؟ بظن إنكون تقابلتوا بالتاكسي. إيه صح. إيه كيف نسيت؟ هي زبطت حفلة ببيتك صح؟ صراحة نحنا ما حكينا كتير. جد؟ بس هي كتير بتحكي عنك. سلم عليها. بدي أقول لك شغلة مهمة. شو؟ أنت منيح لميقنا. عفوا؟ بعد ما عرفتك صار شغلة ممتاز وعم بطالع مصاري، وقالت لي حبيبي آدي خلينا نروح عطلة أنا وياك ونحتفل. عطلة؟ تخيل، عملت لي مفاجأة. هيك النسوان. صح، هي مفكرة انه هالامور رح تجدد حياتنا وتعطي لذة كبيرة لزواجنا. انا اسف ما بدي اخذ من وقتك وانا عم بحكي عن مرتي ميقنا، بعرف عندك شغلات مهمة. بالاذن. موفق. ليك ابقى سلم لي كتير على مرتك الحلوة، ماشي؟ ماشي. بشوفك. شو لوين رايحين؟ مفاجأة حبيبتي. انت شو مشكلتك آدي؟ فينا نحكي؟ بس نوصل رح نحكي قد ما بديك، انت بس استرخي وانبسطي. مين؟ دعايات، ما في شي مهم. هاتي الموبايل، الناس ما رح تتركنا بحالنا، أعطيني إياه، بدي سكر التليفونات كلها. نسكرهم؟ آدي، أنت جنيت شي؟ بلكي صار شي ضروري. ما حدا رح يتصل، نحن معطلين. ميقنا يلا، لأول مرة أنا بترك الشغل وبطلع معك مشوار، وأنت ما سكتي لي موبايلك؟ أعطيني إياه. يلا.
مفاجأة. بعرفك كتير بتحبي تجي لهون. عادي انت منيح؟ ما سبق وكنت احسن. خلينا ننبسط. ايوه سمير. مرحبا جوتسنا. وينك؟ انا بالشغل. هي رفيقتك ميغنا عم حاول اتصل فيها ما قدرت لانه ماما عندها حفله لرفيقتها فبدها مطربه لهيك يعني انا ميغنا بأليباغ. أليباغ؟ هالمكان كتير حلو. شوفي القمر باين كانه قريب كتير. اول مره بشوفه هيك. مزبوط هالمكان كتير حلو ما هيك؟ رح أتدوش وبعدين منتعشى ماشي؟ سمير كيف عرفت اني هون؟ اتصلت بجوتسنا. سمير انت مجنون؟ بلكي شكت فينا معقول؟ شو اعمل؟ انت ما عم تردي علي فانا قلقت عليك. طيب انا منيحة بس قادي اخذ مني الموبايل. تعالي معي خلينا نروح من هون. يلا امشي معي. يلا امشي. لوين بدنا نروح؟ انت جنيت. ايه جنيت. انا ما عاد فيني ابدا شوفك معه. ماني عم بتحمل. طيب اسمعني أنا بعرف. إيه أنا كمان ما بدي ضل هون ماشي بس بتعرف هو زوجي. نحن متزوجين من 5 سنين ما فيني إنهي الموضوع فجأة. اسمعني منيح شو رح أقلك بس أوصل عمومبي رح خبره بكل شي ماشي؟ وعد؟ وعد. لازم روح لازم روح وإنت لازم تروح. طيب يلا يلا روح روح ميغنا. خلص طيب. روح. وين كنتي؟ عم اتمشى. تعالي عدي جنبي. عادي بصراحة أنا ما عم بفهم عليك. ليكي بعرف إنك مستغربة شوي بس من يومين لاحظت شغلة. عادي أنا كنت عم حاول خبرك بشغلة كتير مهمة. لما كنا عم نتعشى سوا أنا كنت عم أطلع فيكي أنتي ما ابتسمتي ولا مرة وقتها. وقتها انتبهت أني مو متذكر آخر مرة ابتسمتي فيها. كنت تقولي أنه شي واحد ممكن يفرح قلبك. شوفي أحسن من هالمكان لحتى نجيب ولد. عادي فيني أخذ الموبايل؟ ليش؟ ليش؟ لأن خلصت العطلة وصار لازم تعطيني إياه. طيب بعد حفلة جوتسنا برجع لك إياه. هذا وعد. كيفك جو؟ ليك عادي أنت واحد غشاش. ألو شو عم يصير؟ لا ولا شي عم نلعب شدة وماني عرفانة كيف عم يفوز هذا عادي. في حفلة وما عزمتيني؟ إذا بتحب تعال. إيه طبعاً أنا جاي. باي. أهلين. هاي بيبي. يلا عباندرا بيت جوتسنا. شو؟ ليش سمير؟ في عندها سهرة ولعبة شدة منتسلى. بكرة الصبح عندي مساج وأنا هلأ كتير تعبانة ونعسانة كمان. نامي بوقت المساج. سوق امشي يلا. أهلا وسهلا كيفكن؟ أهلين تفضلوا. جوتسنا أنا آسفة كتير بس هو اللي أصر يجي. شو عم تحكي نيشكا؟ مين ما أجا أهلا وسهلا؟ السيد سومير سينغ بجاج قديش رح ننبسط فيك. يعني هالمرة جبت مرتك الحلوة معك. أهلا وسهلا. اشلحوا من رجلكن وتفضلوا. بدكن تلعبوا فتت ورق جديدة؟ ايه بس هذا محقق الشرطة عم يغش اليوم عم يسرق المصاري.
مو هيك بيعملوا الشرطة؟ اي اسكتي جوتسنا، وانت كمان رح تغشي. يلي بيخسر بالورق بيربح بالحب، انا اخترت. وانا عندي اثبات انه هاي العبارة مو مزبوطة. اليوم انا رح كون محظوظ باللعبة وبالحب كمان. اوه شو هذا عادي، لو سمحت مغامراتك من ايام الجامعة بسمع عنا بكفي بقى. طيب انتبهوا منيح، انا رح راهن. ايه بديش؟ 50. ايه 50,000؟ 50 روبية. طيب حطون، قلت بتراهن بمبالغ تكون كبيرة. حطها. ها حركة حلوة. وهلأ دوري. دورك يا ميغنا. رح حطها. بنت ذكية بس خسرتي للأسف. فرجونا. طيب شو هاد؟ شو هاد؟ لا شو هاد؟ انتي عم تغشي اكيد. طيب من وين بدي غش؟ انا تدربت كتير على لعب الورق. شفت آدي؟ الواحد فيه يربح بدون غش. مو انا يلي عم غش. اي راجع. وين رايح؟ جيب مشروب. طيب كيفك؟ انت ليش اجيت لهون سمير؟ قلتي رح تتصلي فيني بس ترجعي، شو صار؟ لساته تليفوني مع آدي. لهالدرجة متحكم بحياتك؟ ليك فينا نحكي عن هالموضوع بعدين؟ امتى؟ لما يسمح لك السيد آدي. ما بظن انه هذا زوجك خطف مرتي مني. هو هيك عادته بيهتم بكل الناس. بس انت كتير مهتمة بحالك، بعدين انت شو في عندك غير انك وحدة جذابة؟ عفوا شو قصدك؟ ايه انا حاسس انه في اتصال بيناتنا. خلاص بارون، يلي الك اتصال معه هو الواي فاي، ماشي؟ يا شباب هذا سكران. خلاص بقى انت سكوت، زوجة هون. هذا اللي عم بحكيه يا شريك، انه زوجة هون. ومن اول القعده لهلا ما حكى معها ولا مره واحده. اسمعي لقلك، رح زد قطعه معدن، اذا اجت على الوش بيحبك، واذا على القفا. بعدها شوي صغير. بعد هيك انا بورجيك يا حقير يا كلب. انا بورجيك يا واطي. لك شو عطوا عني هيك؟ خلص سمير اتركوا، بعد عنه. سمير سمير اتركوا، هذا واحد سكران. خلص اتركوا. اهدى شوي يا سمير، ما بيصير هيك. سمير بعد هيك يا واطي. سمير خلصنا عم لك هذا واحد سكران، اتركوا. شبك امي معي. آدي الليلة. بعرف ليلة مجنونة، كان ممكن سمير يقتلو للشاب. وليش ما بعدتن عن بعض؟ ليش؟ ما دخلني بيناتهم. آدي شبك؟ كيف يعني ما دخلك؟ بلكن أذى شي واحد منهم. مين؟ الشاب؟ ولا سمير؟ شو؟ شو شو؟ يعني إذا تأذى سمير أكيد رح تنزعجي. شو زعجك بالضبط ميغنا؟ إنه هو يتخانق معه؟ أو لأنه دافع عن مرته مثلاً؟ آدي ميغنا. آدي أنا بدي أقول لك شغلة. بعرف كل شيء، عندي خبر. شفتكن مع بعض، بس خبريني عن جد انت بتحبيه؟ آدي فهم علي ميغنا، انا ما بدي اعرف شيء منك الا شغله واحده، بدي اعرف اذا بتحبيه ولا لا.
حبيبتي ميغنا اسمعيني منيح هلا. أنا ما بيهمني شيء، بس وعديني ما تشوفيه مرة تانية. ميغنا تعالي لهون، تعي رجاء. شفتي؟ كان عم بيقاتل مشان مرته. أدي إيه بعرف، هو قاتل مشانك قدام الكل، وأنا رح قاتل، رح قاتل قدام الكل كرمال تكوني معي. أنا بدي إياكي حبيبتي، أنا عن جد بدي إياكي. أنا قصدي رح قاتل لأني بحبك ميغنا، لأني عن جد كتير بحبك. بعرف إنه هي غلطتي، أنا خدعتك وتغيرت، أنا مو نفس الشخص يلي تزوجتي، أنا غلطت. بعرف حالي كتير منيح، بس رح صحح كل شي. بس أعطيني فرصة، بترجاكي فيني أتغير وفيني كون نفس الشخص يلي تزوجتي. بترجاكي 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 ميغنا، بترجاكي خلينا ننسى هذا الموضوع، رح ننسى الموضوع ورح نرجع لحياتنا. صدقيني أنا ما بعرف شو لازم أعمل ميغنا، ما بعرف ميغنا.